عشان كده الريشة تصنف يا يعني إما لعبة فردية أو لعبة جماعية. احنا مشاركتنا في الاولمبيات الاخيره كان في طوكيو لينا نصيب من الريشه الطايره، شاركنا في طوكيو. حضرتك يعني ذكرنا مشاركتنا كانت فردي ولا زوجي، وكمان كانت على العنصر السيدات ولا الرجال، وتاهلنا كمان لطوكيو عن طريق ايه؟ هل عن طريق الرانك والتصنيف ولا عن طريق افريقيا؟ والله كل البطولات اللي انا قلت مصر شاركت فيها، البطولات الدورات الاولمبيه، كنا مشاركين بالفردي بنات في بكين، ثم شاركنا في لندن فردي بنات ايضا، طوكيو فشاركنا في البارا بادمنتون، لكن في برضه كانت اللاعبه الاولمبيه اللي مارست 3 دورات اولمبيه، لاعبه هاديه حسني، لعبت بكين فردي ولعبت لندن فردي ولعبت طوكيو لاعب فردي بنات. احنا السنه دي ان شاء الله جهزنا ولد وبنتين ان شاء الله. ان شاء الله انا بوعد زي ما في مقابله في الايام القليله الماضيه مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وعدته ان احنا ان شاء الله هنكون في باريس 2024 ممثلين الريش الطاير، ان لم يكن الثلاثه، وانا بكلم حضرتك دلوقتي والثلاث لاعبين سافروا فجر الامس، هتقولي لي راحوا فين؟ هقول لك راحوا يلعبوا في فيتنام. فيتنام يعني في ابعد من فيتنام، مشوار بعيد، لكن حاولنا ان احنا نوفر التذاكر غاليه جدا، نوفر الاقامه والاعاشه. ده معسكر ولا بطولة؟ بطولة فيتنام الدولية. بطولة فيتنام الدولية، لأن فيها عدد نقط كتيرة، وفي بعض الدول كثيرا من إفريقيا بتشارك. يعني بتبقى إمكانياتها المادية محدودة، فما بيقدروش يروحوا كل البطولات، لكن احنا بدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعم كل العاملين في هذه الوزارة الذي يشرفني أن أكون منتمي إليها، لما بطلب دعم بيديني دعم لكل سفرية. تعرف طبعا حضرتك الغلاء المنتشر على مستوى طبعاً. العالم كله طبعا، وبالتالي تذاكر الطيران، يعني مش عايز أقولك تذكرة الطيران لفيتنام دي مكلفانا كام، لكن الحقيقة الشكر، كل الشكر لوزارة الشباب والرياضة اللي بتدينا هذا الدعم. طيب دكتور علي، بخلاف منتخب مصر وبخلاف مصر في الريشة الطايرة، مين كمان في الدول الأفريقية شايف ان هو برضو بيقدم مستويات قوية؟ يعني حضرتك مثلا على سبيل المثال أدهم تاني أفريقيا، مين جايب أول منتخب ايه؟ الدول في أفريقيا في الريشة الطايرة مين بيتميز في الريشة الطايرة؟ الحقيقة الأفريقيا يعني بنقسمها لأكثر من تقسيم، بمعنى في دول شمال افريقيا هذا المستوى دايما بيكون مرتفع شويه، وخصوصا في معظم الالعاب، وبالتالي يمكن احنا النهارده واحنا بتكلم مع حضرتك منذ دقائق كان في مباراه في الكره الطايره بين مصر والجزائر، منتخب الجزائر، والجزائر فازت زي ما حضرتك اذعتي. الريش الطايره نفس الموال، المنافسه في الريشه الطايره الجزائر من شمال افريقيا بتنافس بشده، والدليل على كده ان هم اللعيبه بتوعنا او الاتحاد المصري بيتتبع المنافسين، يعني انا مثلا أكيد. عندي فردي الرجال اللي بيلعب عندي ادهم، لازم اتابع مين اقرب لاعب ومن اي دوله، ادهم سي عنده 1000 نقطه، بشوف اللاعب اللي قريب منه او اللي قبله عنده كام نقطه، وبشوف هذا اللاعب وبشوف أدهم لعب كم مباراة وكم دولة راحها، وبالتالي على سبيل المثال الجزائر أعتقد أنها ضمنت الوصول للأولمبياد في الزوج المختلط بالتحديد، يعني البطولة اللي هم ضمنوا التأهل فيها من دلوقتي لغاية تشوفي شهر 5 حضرتك، الجزائر ضمن فرقت كبير زوجي مختلط اللي فيه ولد وبنت، ولد وبنت دي لان الفرق بينهم وبين اللي بعديهم الوفات من نقط، لكن احنا في الاتحاد المصري زي ما قلت لحضرتك بنتابع كل الايفنتات الـ5 ادهم تاني افريقيا، يعني يمكن بعد البطوله اللي هو فيها دلوقتي في فيتنام لو عدى دور الـ32 او دور الـ8 ممكن يقبى بدل ما يكون تاني يطلع اول.